في الموسم اللي قبل اللي فات لعب 27 مباراة وسجل 11 هدف وصنع 5 أهداف، أما في الموسم اللي لسه ماشي ده على طول لعب 23 مباراة سجل 13 هدف وصنع 4 أهداف. ماركوس اللاعب البرازيلي اللي محترف في الصين، صفقة النادي الأهلي الجديد باختصار كده بناء على كلام بعض المصادر هو أقرب حد لقيادة الفريق الأول بالنادي الأهلي، لأنه بيلعب في مركز الهجوم، لاعب مميز، لاعب طوله 193 سنتي يعني، وبيلعب في مركز الاسترايكر المهاجم الصريح، فلاعب من اللي فعلا اللعيبه اللي الاهلي فعلا محتاجها في الفتره اللي جايه. رايك في اللاعب ده؟ اكتب رايك في التعليقات.